Algeria 184. اسماع صوت افريقيا داخل الامم المتحده. هم الدول اللي ما صوتوا للجزائر وجاوا ضد الجزائر. طبعا هذا معروف. انتصار جديد للدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية. فبعد أن ظفرت في أكتوبر الماضي بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، ها هي اليوم في 6 جوان تظفر بمقعد في مجلس. Having obtained the required two-third majority and the largest number of votes, Algeria, Guyana, and the Republic of Korea, Sierra Leone and Slovenia are elected members of the Security Council for the two-year term beginning of January 1st, 2024. الدولة الأولى هي المغرب، والدولة التابعة هي الكيان الصهيوني، والدولة الثالثة هي الإمارات. الجزائريين من أكثر الشعوب كراهية لإسرائيل، وصحيفة هارتس الإسرائيلية قالت جملة قاسية جدا إن الشعب الجزائري شعب عدواني متوحش ويستهدف إسرائيل. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. بتوحشوني من فيديو لفيديو ومن يوم ليوم ومن ثانيه لثانيه، ودايما في بالي ودايما في قلبي ودايما بفتكركم بالخير، عشان انتوا فعلا دايما واقفين معايا ودايما بتشجعوني ودايما بتدعموني ودايما بتخلوني عاجز عن الشكر من كتر الكلام الجميل اللي بيجي لي في التعليقات منكم. انا بجد فخور بكل واحد جزائري وممتن لكل واحد جزائري وعلى دماغي كل واحد جزائري. والحقيقه يا جماعه ان ده مش غريب على شعب الجزائر العظيم ومش غريب عليكم، انتوا بجد دايما بتقفوا مع الناس ودايما بتشجعوا الناس، ودايما اي حد محتاجكم واي حد بيقول كلمه حق فعلا بتشجعوه وبتقفوا جنبه. انا دوت مش مستغربوا فيكوا، عشان فعلا انتوا دايما طول عمركم كده. والحقيقه يا جماعه بلد الجزائر بلد عظيمه جدا وبلد رائعه جدا، وهي ولا بكلامي ولا بكلام غيري ومهما نقعد نتكلم عنها مش هنوفي حقها ولا هنخلص ولا هيكفينا كلام، عشان هي فعلا تستاهل كده واحسن من كده. African and Asia Pacific states for 3 seats. Results of the vote. Number of ballot papers 192. Number of invalid ballots 0. Number of valid ballots 192. Abstentions 0. Number of members present and voting 192. Required two-third majority 128. Number of votes obtained. Sierra Leone 188. Algeria 184. Republic of Korea 180. السلام كاملين متابعين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتصار جديد للدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية. فبعد أن ظفرت في أكتوبر الماضي بمقعد في مجلس حقوق الإنسان، ها هي اليوم في 6 جوان تظفر بمقعد في مجلس الأمن. هذا المقعد هو الترشح الجزائري أو العضوية الجزائرية للمرة الرابعة في مجلس الأمن. فبعد 1968، 1988 و2004 جاء الدور على 2024 لعهدة رابعة. الانتصار هذا جاء ب 184 صوت. لما نشوف 184 صوت نرى أن الدبلوماسية الجزائرية عملت كثيرا حتى تحشد كل هذا العدد، وهو رقم ليس بالهين. لكن ما لفت انتباهي هو الدول التي صوتت. فبعد أن غابت دولتين عن التصويت، صوتت بعض الدول ضد الملف الجزائري، من بينها أوكرانيا، من بينها الكيان، وأيضا المغرب. المغرب الذي دائما ما كان يتغنى باليد الممدودة وبدعوته للجزائر للحوار وفتح الحدود، ويتغنى بالأواصر والأخوة والروح وصلة الرحم بين الشعبين، اليوم مرة أخرى
يثبت أن كل ذلك هو مجرد ادعاءات، فتصويته ضد الجزائر ما هو إلا حقيقة نواياه ضد الجزائر. النقطة الثانية، دعاة من يقولون أن الجزائر في عزلة سياسية من المملكة المغربية، 184 صوتا أو دولة هو ما يمثل تقريبا أكثر من 95 ولا قرابة 96% من دول العالم. أن تحشد كل هذه التوافق لا يكون إلا بالعلاقة الصادقة، ولا يكون إلا بالنية الصحيحة، ولا يكون إلا بالكلام الثابت والمواقف الثابتة للدول. مبروك للجزائر، وأتمنى أن يكون هذا المقعد أو العضوية هذه تخدم المصالح الفلسطينية اللي كانت أحد مخرجات القمة العربية التي جرت في الجزائر في نوفمبر الماضي، هي القمة القضية الفلسطينية وإدخالها إلى الأمم المتحدة كعضو، على الأقل عضو مراقب. الشيء الآخر، خدمة القضية الصحراوية وخدمة كل القضايا الصادقة والقضايا العادلة في العالم. لا للتطبيع، احنا اولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري برمته. الجزائريين من أكثر الشعوب كراهية لإسرائيل، وصحيفة هارتس الإسرائيلية قالت جملة قاسية جدا إن الشعب الجزائري شعب عدواني متوحش ويستهدف إسرائيل. نمرة 2، إن البعض ممكن يقول وإسرائيل فين والجزائر فين، الجزائر بعيدة عن إسرائيل، كيف تهدد الجزائر إسرائيل؟ برضو الإعلام الإسرائيلي بيجيب والمحللين العسكريين الإسرائيليين بيجيبوا أن الجزائر ليست بعيدة، لأن عندها جيش قوي وعندها قوات بحرية قوية، والجزائر شاركت في حرب 73، وتقدر الجزائر مرة أخرى تشارك في حرب ضد إسرائيل عبر البحرية الجزائرية القوية. بعد جغرافي واختلاف ثقافي واندماج في القضية وحب الأوطان جمعهما المليون شهيد، قلبان في جسد واحد، العلمان يرفرفان سويا في الوقت الذي سقطت فيه معظم الأعلام. الجزائر بلد المليون شهيد، الشق التوأم لفلسطين، والقلب البعيد القريب النابض المخلص للأرض المقدسة. فلسطين والجزائر علاقة لا يمكن تجاهلها أو المرور عليها دون الوقوف عندها. إنه ذلك الحب الوثيق الذي وصل لحد راق في منظومة عشق الأوطان. مجموعة من المثقفين والكتاب والنشطاء الجزائريين يضربون عن الطعام تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدين على استمرارهم في إضرابهم عن الطعام حتى يحقق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مطالبهم. ويبدو السؤال الأكثر إلحاحا حول سر هذه العلاقة الحميمية بين الشعبين الطيبين في فلسطين والجزائر. هذا هو ما يطلق عليه كيمياء الارتباط. أصبح الكيان اليوم على حدود الجزائري، هل هناك خطر؟ الجزائر نحن مطمئنين في الجزائر، لأنه لا يمكن أن يمتد هذا الخطر إلينا، هذا ابتداء، يعني لا يمكن بإذن الله أن ترى المغرب. المغرب علاقتهم قديمة، هو الأخ يقول أنه كانت هناك علاقة قديمة بيننا، والآن فقط احنا عودنا عملنا لها ردي مراج، يعني كأننا عدنا إحيائها من جديد. الجزائر لم تكن لها علاقة مع الكيان الصهيوني، ولن تكون لها بإذن الله علاقة مع الكيان الصهيوني، ولا تشكل لنا أي خطر، وإنما تشكل لنا تفضل. نعم سينتهي معي وقت، لكن بأقل من دقيقة، هل سينضم الجزائر إلى هذا الاتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي؟ أبدا، قطعا قطعا. تتخوف منه الجزائر من تطبيع المغرب العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي؟ أولا توجد أكثر من نقطة استفهام حول هذا الموقف، ولكن قبل هذا توجد أيضا تصحيح للعبارة التي تفضلت بها أنت الآن. الجزائر غير متخوفة، الجزائر غير متخوفة من تطبيع
الجيران المغاربة مع الصهاينة أو مع غيرهم، إنما الجزائر ترفض مجرد تطبيع. ليس هناك تخوف طبعا، لا يوجد أي تخوف. من ماذا نخاف يعني في النهاية؟ من ماذا نخاف؟ نحن لا نرفض هذه الخطوة، لأنه في النهاية المغرب سيدة في أن تطبع مع الكيان الصهيوني أو تطبع مع أي دولة كانت في العالم. ولكن نحن نرفض هذه الخطوة، نرفض التطبيع بالكيان الصهيوني، نحن نرفض أن يصبح هذه الجرثومة، هذا الكيان الذي زرع في قلب الأمة، أن يصبح كيانا طبيعيا، أن يعني كأن العالم أو كأن المطبعين يريدون من الجزائر أن تلقي بكل الأعراف وبكل الجهود وبكل العمل المبذول خلال السنوات الماضية وكل المواقف المشرفة التي كانت الجزائر جزءا أصيلا منها، يراد من كل هذا أن نلقيه وراء ظهورنا فقط، لأن دولة سين أو دولة عين أرادت أن تمشي في المخطط الترامبي في مخطط الصهاينة الجديد. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بهذا الأمر، لأن الصهاينة لم يحلوا على دولة إلا وجلبوا وراءها المشاكل، إلا وجلبوا وراءها الفتن، إلا وجلبوا وراءها الدمار، إلا وجلبوا وراءها كل أنواع التقسيم، يعني التقسيم المقسم بحد ذاته. الآن نحن دول أصلا نعاني من تقسيمات الاستعمارية، ولكن فوق هذا يراد أن نجلب كيانا كان بعيدا عنا في النهاية. يعني أقرب دولة كانت معترفة بالكيان الصهيوني هي مصر، بعيدة عن المغرب العربي آلاف الكيلومترات. الآن لما نأتي بهذه الجرثومة ونزرعها في قلب المغرب العربي، فهذا قطعا عمل مرفوض بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن أن نقبله. كما مثل ما قال الرئيس تبون قبل أيام، لا يمكن للجزائر أن تكون جزءا من هذه الهرولة الغير مفهومة والغير طبيعية والغير مقبولة نحو تطبيع مع الكيان الصهيوني بهذا الشكل المستفز. الهرولة للتطبيع احنا أولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها، والقضية الفلسطينية عدنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا، بالنسبة للشعب الجزائري برمته. مشكلة أخي الكريم، لم يكن في يوم من الأيام بين المغرب وبين الجزائر، الجزائر بعيدة عن هذا الإشكال. المشكل هو بين المغرب وبين الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة هي قضية تصفية استعمار، تعتبرها مرحلة منطقة لم يتم الحسم القرار فيها نهائيا. القرار واضح، يعني الحل بسيط. لماذا يراد إدخال الجزائر عنوة في القضية؟ الحل سهل وبسيط، هو عملية انتخابات حرة ونزيهة في الصحراء الغربية حتى يقرر الشعب الصحراوي مصيره. فإن أراد الاستمرار ضمن المملكة المغربية فله ذلك، وإن أراد الاستقلال فله ذلك. يعني لا يمكن. البعض يتهمكم يا سيد، يتهم الجزائر بأنها كانت السبب في التوجه المغربي لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن هل بالفعل ما جرى يبرر للمغرب؟ شوف، الكلام هذا عيب، الكلام هذا عيب حقيقة. الآن سوف أكون صريح شوية، الكلام هذا عيب. أولا، صاحب الحق لا ينتظر اعتراف الآخرين بحقه حتى يأخذ حقه. يعني خلينا نجوها من النهاية. الجزائر كانت محتلة من طرف فرنسا 132 سنة منذ دخول فرنسا عام 1830، والجزائر تقاتل أبا عن جد إلى أن وصلنا إلى النتيجة المبتغاة بعد 132 سنة في 1960. لم نطلب استقلالنا، لم نطلب الاعتراف إلا والرشاشة في اليد الأخرى. يعني لماذا المغرب، خلينا نقول، لماذا المغرب لم تطالب الصحراء الغربية أثناء تواجد إسبانيا فيها؟ لماذا لم تدخل بقواتها إلى غاية 1976 لما كان الدم الجزائري يعني يسيل في تندوف، يسيل في بشار، ويسيل في تلمسان، ويسيل في كل حدود الغربية الجزائر من أجل الوحدة الترابية الجزائر؟ لما لا يمكن أن نبرر؟ يعني هذو صهاينة، هذو احتلال، هذو ناس جاءوا أخذوا أرض فلسطين، هذو ناس أخذوا طردوا إخواننا، طردوا أبنائنا. الجزائر أيضا عندها عشرات ألف أو ممكن مئات ألف من اليهود الذين غدروا بنا أثناء الاحتلال والذين رحلوا مع فرنسا بعد لكن الاحتلال. يقول لك سيد عزيز، من أحق بهذا المنطق أيضا، أيضا الجزائر إذن تطالب باليهود الموجودين في اللي كانوا أصلهم الجزائري. وبعد ما شفنا الفيديو الجميل ده، وبعد ما شفنا الفيديو اللي بيتكلم عن الجزائر وعن عظمة الجزائر وعن روعة الجزائر، أنا بجد مش لاقي أي كلام أقوله أعبر بيه عن فخري واعتزازي بشعب الجزائر الطيب، ومش لاقي أي كلام أقوله أعبر بيه عن فخري واعتزازي بشعب الجزائر العظيم، ومش لاقي أي كلام أقوله أعبر بيه عن فخري واعتزازي بلد عربية، بلد مسلمين زي الجزائر. أنا في نهاية الفيديو أتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، ولو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.